الطاطاري اللي عبر أرضي ما بدأت بس نهين روح شرب شاي زين نبقى في استطلاع في استطلاع حتى ما تصدنا في استطلاع بالخام طالع اللعب العاب كثر الضرب علينا ما بقى ينقعد في البيوت حفرنا هالملجأ وقعدنا وليك هيمونتنا وأكلتنا كلياتنا قاعدين هون ومناكل ومنشرب يعني رغم يجي بالعالم بيقول يطلع على الخيام الخيام أسوأ بألف درجة الخيام لا فيها إغاثات ولا فيها أكل ولا في شرب ولا في منظمات ولا في هاي ما هي عيشي بدنا هالناس بدنا هالعالم بدنا الدول الصديقة بدنا الأمم المتحدة بدنا كل العالم يحترق يشوف وضع أهل جبل الزاوية أهل إدلي بشكل عام حياة تعيسة كتير يعني لغزة من نجيب ربطة الخبز بدك تروح مسافة 2 كيلو متر حياة تعيسة كتير يعني لغزة من نجيب ربطة الخبز بدك تروح مسافة 2 كيلو متر وتحت فوق منك الطيارة الاستطلاع والخزايف أنا يعني زلمة كبير يعني بتحمل بس الطفل أشو زنبه الطفل هذا الطفل أشو زنبه هذا اللي كنهر أنا حابسه وساجنه في هالملجأ قوم يا غنوه بيجي رونا منين